حقيقة إنها نشطت المنطقة كلها، ليست منطقة أبو كمال والشداد وحدها، إنما كل المنطقة، سواء إنه في الشرق السوري أو الشمال العراقي ولا الجنوب الغربي العراقي، في كل القواعد الأمريكية ومراكز تجمع القوات التحالف. يعني من بعد الحرب على غزة، في شهر واحد تقريبا من 17/10 إلى 17/11، أكثر من 58 هجوما مختلفا، بعضه كان في طائرات مسيرة، وبعضه الآخر كان في إطلاق دفعة من الصواريخ بمختلف العيارات والأوزار. حتى أنه وزارة البنتاغون أعلن أنه أكثر من 80 من بدء الحرب على غزة لحد الآن، قبل أسبوع، حوالي أكثر من 80 هجمة صاروخية، سواء بطائرات مسيرة أو في إطلاق من مدفعية الهاون وما إلى ذلك، ونتج عنها عدد كبير من الإصابات، لكن نقول أنها تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة. طبعا قوات التحالف ردت على معظم الهجمات اللي بتصير، وتبادل الطرفين الهجمات في عدة مناطق، خاصة في عين علي والشدادي ووقت الظهيرة المناطق الأخرى وحق الكونيكو والمناطق الحدودية الأخرى. هذه الهجمات اشتركت فيها كل من المقاومات الإسلامية، وسواء سورية أو عراقية، يعني من الطرفين في سوريا والعراق اجملت هذه الهجمات خلال الشهرين الماضيين. تم توجيه إنذار شديد اللهجة حتى لإيران ولحلفائها بالمنطقة، إنها تتحمل إيران كل الهجمات ونتيجة هجماتها على القواعد العسكرية الأمريكية في مختلف المناطق، سواء في سوريا أو في العراق. وردت في بعض المرات كانت بترد في الطائرات المسيرة، وأكثر المرة ردت في طائرات حتى مقاتلة. هناك الأمريكان يقولون أننا نهاجم مراكز فيها فصائل موالية لإيران، ومراكز ذخيرة ومراكز تدريب لهذه الفصائل. الطرف الآخر يقول أنه يتم مهاجمة قواعدنا إحنا بدون أن نتعرض للقوات الأمريكية. يجدر ذكره أنه حاليا أنه كل المناطق اللي فيها قواعد أمريكية وفيها هذه، يعني في حوالي 24 مركز تجمع أو قاعدة، يعني يجتمع فيها مجموعة من الأفراد، يعني حوالي من 20 إلى 30، فيها في سوريا حوالي 24 قاعدة، وفي العراق تقريبا رقم مقارب، يعني في سوريا حوالي من 900 جندي أمريكي، مضيفتهم التدريب والمهام الاستطلاعية وجلب المعلومات ومراقبة داعش. هم يقولون أنهم موجودين للحرب على داعش، وأمور تدريبية واستشارات أخرى لقوات التحالف ولقوات سوريا الديمقراطية. نعم. سيد جلال، يعني برأيك هل الأمور ستخرج عن السيطرة، يعني مقابل الاستهداف الأمريكي للفصائل الإيرانية؟ أيضا كما ذكرت حضرتك، هناك استهداف يعني فصائل عراقية موالية لإيران للقواعد الأمريكية بسوريا والعراق. إلى أي مدى ستخرج الأمور عن السيطرة برأيك؟ نعم، يعني احنا شفنا، كلنا راقبنا قبل 4 أيام أنه هجوم صاروخي على السفارة الأمريكية في بغداد، وهذه كانت قبل هذه، وهنا شددت الولايات المتحدة وجهت إنذار شديد اللهجة إلى إيران للجم الفصائل التي تدور في فلكها أو التي هي تحت سيطرتها. إيران تقول إنها لا علم لها بهذه الإنجازات، وتتبرأ كلها من هذه الحركات. ولكن إنها، أنا بتوقعي، ما دامت الحرب في غزة بهذا الشكل وبهذه الوتيرة ومقتل الأطفال والرجال والنساء، ونرى التدمير والدمار في غزة، ستزداد. يعني الآن هي وتيرة عالية، حقيقة عالية، يعني بمعدل تقريبا كل شهر في من 30 إلى 40 هجوما على القواعد الأمريكية. نعم. سواء أنها في التنف، سواء أنها في كونيكو، سواء أنها في العراق، سواء في الشدادي، في عين الأسد، في كافة مناطق التي تنتشر فيها قوات التحالف. وهناك أحيانا ترد قوات التحالف وأحيانا لا ترد، يعني تقريبا عندما تكون الهجمات ضعيفة وغير مؤثرة على القوات الأمريكية، هي توجه فقط إنذار وتقوم بالاستطلاع
وحركة الطائرات لها حول مراكز تجمع الفصائل الإيرانية. وأحيانا عندما تكون في إصابات في المواقع قوات التحالف تقوم بالرد مباشرة وتوجه إنذارا. بس بتوقعي إذا استمرت هذه الحرب خلال من هنا لنهاية الشهر ستزداد، يعني الآن هي بوتيرة تقريبا بعض الأيام خلال 24 ساعة يكون 4 هجمات وخمس هجمات في يوم واحد، يعني تشتد الهجمات تبعا لاشتداد الحرب على غزة. أيضا أستاذ جلال، يعني التصعيد الإيراني الأمريكي في المنطقة على خلفية حرب غزة طبعا يعني خلق بيئة ملائمة لتنظيم داعش ليعيد نشاطه من جديد. يعني كما شاهدنا هو صعد من هجماته في البادية السورية خلال الفترة الأخيرة، وأيضا في العراق يعني كان هناك هجمات خاطفة لهذا التنظيم وكمائن أيضا. فبرأيك إلى أين يتجه المشهد وكيف تؤثر هذه الهجمات، يعني هذا التصعيد الإيراني الأمريكي على جهود محاربة تنظيم داعش الإرهابي؟ يا ستي، يعني عندما دخلت هذه الحرب ودخلت المنطقة في فوضى، احنا لاحظنا يعني حتى كمان يعني في اليمن أنصار الله يعني سيطروا على المضايق ومنعوا السفن التي تتجه أحيانا لإسرائيل أو لغير إسرائيل، كل السفن الغربية التي تدور في الفلك الغربي سواء أمريكا أو بريطانيا أو فرنسي، وكذلك في العراق وكذلك في سوريا، ومن المحتمل أن تمتد إلى مناطق أخرى. إذن شدة الحرب وتوالي حوالي أكثر من 60 دولة أنها تشترك في الحرب على غزة فتح المجال ليس لداعش إنما لدواعش مستقبلية ما ستدوم لعشرات السنين القادمة. يعني الآن يعني أنا بقرأ إنه هذا الطفل الذي قتلوا أهله وأخوانه هو داعشي من الآن، يعني الآن جزء عمره 10 سنين ما يصير 20 سنة وله داعشي محترف سيقتل من قتل أبوه أمه أخوه وهكذا. إذن البيئة مناسبة لنمو داعش وأحفاد داعش في المستقبل. العالم الغربي والتخبط والظلم اللي تواجه منطقتنا العربية والإسلامية تقتضي أنه الجميع لا يستطيع أن يعمل سوى أن يقوم بنفسه بالثار لنفسه وعائلته، وهذا سنلاحظه بالمستقبل القريب. أنا حكيت على عدة فضائيات أنه المنطقة بسبب حرب غزة لن تشهد سلاما خلال 10 سنوات القادمة. نعم، شكرا لك على كل هذه الإيضاحات أستاذ جلال. كان معي من عمان الخبير العسكري والاستراتيجي جلال العبادي، أشكرك على طيب هذه المداخلة.